السلام على يميننا الحبيب، السلام على ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية، السلام على شهدائنا وجرحانا، السلام على ثوارنا على امتداد ساحات وطننا العزيز الغالي، السلام على أمهاتنا وآبائنا، السلام على قوى التغيير التي أيدت وناصرت الثورة الشبابية في الأحزاب والمجتمع المدني والقبائل اليمنية والجيش الوطني الحر. السلام على شعبنا اليمني العظيم. السلام عليكم يا أرق قلوب. السلام عليكم يا ألين أفئدة. السلام عليكم يا من بكم تشمخ رؤوسنا وتشد عزائمنا وتسند ظهورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن شعبنا العربي وثورته المباركة في اليمن الحبيب، السلام على شعبنا العربي في الجزيرة والخليج ومصر والشام والعراق والمغرب العربي. السلام على ثورة شعبنا العربي في مصر وتونس وليبيا وسوريا. السلام على ربيعنا العربي الموعود بالاكتمال والانتصار. السلام على أشقائنا شركاء التاريخ والجغرافيا شعبي إيران وتركيا. السلام على كل شعوب العالم الحر التي ترى حريتها منتقصة ما بقيت هناك شعوب لم تحقق حريتها بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنفس الروح المفعمة والمحبة للسلام يستقبل شعبنا العربي في اليمن وثورته المباركة المجيدة الذكرى 44 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر، لا احتفاء بها كمجرد ذكرى تقام لها الاحتفالات والكربالات، بل ليتحول هذا اليوم إلى واقع استقلالي معاش. وعليه إن ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية العظيمة تدلف على عتبات شهرها العاشر بخطى واثقة وتدفق جماهيري متزايد وصمود راسخ لا يتزعزع وإرادة ثورية صلبة لا تلين لها قناة ولا يفل لها حد في مسيرة هادرة نحو النصر الحاسم والنهائي للثورة. إن ثورتنا المباركة التي اكتسبت عن جدارة حقيقة كونها الأنموذج الأكمل والأنضج والأكثر إشراقا بين شقيقاتها من ثورات الربيع العربي الواعد، تقف اليوم أمام منعطف بالغ الحساسية والخطورة تجابه فيه أمواجا متلاطمة من المصاعب والتحديات المفروضة عليها من الداخل والخارج في آن معا. من الداخل تجابه وحشية وهمجية وإجرام بقايا سلطة عائلية حاكمة هي الأكثر فسادا وتخلفا وقمعا على مستوى الوطن العربي والعالم الثالث عموما، تتحكم فيه ببعض الوحدات العسكرية وتدفع بها إلى إزهاق أرواح وسفك دماء الآلاف من شباب شعبنا الثائر المسالم الأعزل، وتتقاذفها من جهة أخرى أهواء ومطامع وتنازلات قيادات سياسية معارضة تتحكم في مواقفها وأدائها عقلية الاحتراف السياسي القاتلة للخيال والطموح والقانعة بما يتيسر لها من فتات الموائد السياسية والمفاوضات العقيمة الباهتة. ومن الخارج تحيط بها التحديات من قوى عديدة تؤرقها هواجس ومخاوف ودواعي قلق أمني ومصلحي ناتج عن شكوك وارتياب بما عساه أن تكون عليه الثورة في اليمن حين تقيم دولتها ونظامها على أنقاض ما سبقها. ووسط وفي خضم كل هذه المصاعب والتحديات الداخلية والخارجية تقف ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية العائمة أمام منعطف هام وخطير يفرض عليها مواجهة تحدي استراتيجي كبير، وعليها أن تختار بين أن تكون كما أرادت منذ لحظة انطلاقتها وتمضي زاحفة بحشودها المليونية الثابتة وصولا إلى صنع انتصارها الحاسم وطاقاتها باكتساح كل المعوقات والتحديات والعراقيل، أو يفرض عليها تمزيق وتشتيت قواها وطاقاتها الجبارة في مسالك ودروب فرعية هامشية تمهيدا لاحتوائها وإفراغها من محتواها الثوري ومصادرة تطلعاتها وآمالها وسرقة تضحياتها الجسيمة
ومنجزلاتها العظيمة، غير أن علم تاريخ الثورات العظيمة التي غيرت مسار التاريخ نحو الأفضل على امتداد مراحل التاريخ الإنساني يخبرنا بحقيقة ساطعة راسخة بأن تلك الثورات الإنسانية العظيمة كانت ولا تزال وستظل منتصرة دوما وأبدا، لأنها قوة صنع المستقبل الجديد الأكثر تقدما وموافقة ومواكبة لحقائق التاريخ وقوانينه وسننه الأبدية السائرة أبدا نحو آفاق التطور والتقدم والرقي الإنساني ماديا وروحيا، في عملية جدلية تفاعلية حيوية متدفقة إلى الأمام دون توقف. وإن الثورات العظيمة وهذه طبيعتها وهذا شأنها تختزن قوى جبارة كاملة في داخلها تمكنها من تجاوز واكتساح كل المعوقات والتحديات والمخاطر من طريقها، وتمتلك مقدرة عبقرية فذة خاصة ولصيقة بها تجعلها قادرة ومؤهلة دوما على ابتكار وإنتاج الأساليب والحلول والمعالجات الناجحة الفعالة والحاسمة لمواجهة وتجاوز ما يعترض مسارها من مختلف المشاكل والمخاطر والتحديات المترافقة مع مسيرتها الهادرة والمنتصرة. وعلى ضوء حقائق وعبر ودروس تاريخ الثورات الإنسانية المشار إليها آنفا، فإن ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية العظيمة ومن واقع صمودها المذهل طيلة الشهور التسعة الماضية دون وهن أو فتور أو تراجع مطالبة اليوم وبكل إلحاح استشعارا للمسؤولية التاريخية والواجب الثوري الواعي أن تبادر إلى سرعة بلورة ورسم معالم إطار أو رؤية نظرية تحت مسمى وثيقة شرف أو أي تسمية أخرى تتضمن بيانا يحدد ضمانات ووسائل حماية الثورة واستمرارها من ناحية، والمبادئ الأساسية والأهداف الاستراتيجية الكبرى وأساليب تحقيقها لإسقاط بقايا السلطة العائلية الفاسدة والانتصار الحاسم والناجز للثورة وتحديد معالم وأسس بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة الديمقراطية العادلة المتكاملة دولة سيادة القانون والحريات الإنسانية والمجتمعية، بما يكفل مواطنة متساوية ومشاركة شعبية فعلية في الحكم تتوفر فيها ومن خلالها كافة الشروط والآليات الضامنة للحيلولة دون عودة التسلط والديكتاتورية والاستئثار العائلي أو الطائفي أو المناطقي بكل صوره وأشكاله المباشرة وغير المباشرة. دولة تستوعب الجميع وتمكن الجميع وتكفل للجميع كافة الحقوق وحريات التعبير والتنظيم السياسي والنقابي والمدني دون عائق أو معوق أو إقصاء أو تهميش. دولة تكفل التداول الوطني والسلمي للسلطة والحكم بشكل مستمر ودائم ومتجدد وعادل، ولضمان الوصول إلى ذلك لا بد من إنجاز المهام التالية: أولاً سرعة بناء وإقامة مؤسسات الثورة من شباب الثورة وقواها كما يلي: 1. المؤسسة الناظمة للثورة من قوى التغيير المنظمة والمناصرة للثورة. 2. المؤسسة الضامنة لاستمرار الفعل الثوري من شباب الثورة في داخل الساحات وخارجها. 3. المؤسسة المرجعية الثورية والسياسية، وذلك بالمزج بين المؤسسة الناظمة والضامنة. 2. حماية الثورة وتصحيح مسارها واستكمال مهامها من خلال: 1. تحديد الموقف من العملية السياسية أثناء الثورة. لقد كان للظروف التي عاشتها الثورة اليمنية من غياب لمؤسساتها والتحديات والصعوبات الداخلية والخارجية الأثر البالغ في خلق الالتباس بين كل من العمل الثوري والسياسي، ما سهل أن يتم التعاطي مع الثورة كورقة على طاولة السياسة في وقت كان يجب أن تكون السياسة أداة خادمة للثورة، وهو الأمر الذي سهل وقوع إخفاقات في مسار الثورة كان آخرها التوقيع على المبادرة الخليجية، بما أدت إليه من انتقاص لحقوق الشعب اليمني وثورته. نجد من الضرورة بمكان اليوم أن رفض المبادرة الخليجية وكافة أشكال الجدل السياسي العقيم والمناورات الكارحة التي تدور في حلقة مفرغة منذ شهور عديدة هو أولى الخطوات العملية الجادة في تحقيق تصحيح مسار الثورة، مع الرفض المطلق لأي شكل من الحوارات
أو التفاهمات أو الاتفاقيات مع بقايا السلطة العائلية الفاسدة وشركائها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، واعتبار رئيسها وأفراد أسرته وأقاربه المسيطرين على الوحدات العسكرية والأجهزة والقوات الأمنية وكبار مسؤوليها فاقدين للشرعية بفعل الثورة ومطلوبين للعدالة لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإدارة وحماية عصابات الجريمة المنظمة على المستويين الإقليمي والدولي، كل ذلك بالتزامن مع تصعيد وتيرة ونطاق الثورة الشبابية الشعبية السلمية في جميع أنحاء البلاد، وصولا إلى إسقاط بقايا النظام وتحقيق النصر الحاسم للثورة واستكمال تنفيذ مهامها وأهدافها في بناء أسس ومقومات الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية الكافلة للحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وكرامته. 2- الإعلان عن هيئات وسلطات الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتحديد مهامها في الفترة الانتقالية على الهيئة العليا لقيادة الثورة الشبابية السلمية التي يتوجب سرعة تشكيلها الآن، الإسراع في تشكيل هيئات وسلطات الثورة الانتقالية وتحديد مهامها وفقا لإعلان دستوري كما يلي: 1- المجلس الوطني الانتقالي، 2- مجلس الرئاسة الانتقالي، 3- المجلس العسكري الانتقالي، 4- مجلس القضاء الانتقالي، 5- إجراء انتخابات عامة استثنائية لانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية وطنية للصياغة دستور جديد للبلاد، 3- قواعد توافقية خاصة بالمرحلة الانتقالية أساسا. كلنا يعرف ويلمس الحقيقة المرة التي تؤكد بأن السلطة الحاكم الفرد المطلقة التي تطورت لتصبح سلطة عائلته وأقاربه المطلقة والتي استأثرت كليا بالسلطة والقوة والثروة وقضت على مشروع الدولة الوطنية الحديثة الولادة وحولتها إلى مشروع دولة عائلية مهيمنة متحكمة، وقد عملت بقصد وتعمد على تخريب وتدمير الأوضاع العامة في البلاد بنشر الفساد ودعمه وحمايته ليشمل كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع وبث الفوضى والتسيب والانفلات في طول البلاد وعرضها، وسعت بتخطيط خبيث إلى إفقار الشعب وتقويعه وبث الفتن والمنازعات والانقسامات بين رجاله وفئاته وقبائله مدخلا لنسف القيم والمبادئ والأخلاقيات الحميدة وإفساد الذمم والضمائر وشراء الولاءات الشخصية بالمال ومختلف المغريات، وحرفت قيم الدين وتعاليمه السامية الصافية واستخدمته لأهوائها وأغراضها الدنيئة، وزرعت الشكوك وفقدان الثقة والمخاوف بين أفراد الأسرة الواحدة، ومارست كل صنوف تخريب وإفساد الحياة السياسية والأحزاب والمنظمات والنقابات المدنية، كل ذلك مستغلة سلطة الدولة وجبروت أجهزتها القمعية الرهيبة وإمكانياتها الهائلة ترهيبا أو ترغيبا طيلة فترة سيطرتها على الدولة الممتدة ل33 عاما متواصلة بهدف إخضاع الشعب وإذلاله وإجباره على السكوت عن المطالبة بحقوقه وحريته وكرامته وتصفية وضرب قوى الشعب الحية في تصميم لديها، بأن يفضي كل ذلك في النهاية إلى تعزيز وترسيخ دولة العائلة وتأبيد سلطة الحاكم الفرد الطاغية وتورثها من بعده لأبنائه وأحفاده إلى الأبد. ولا شك أن كل ذلك قد خلف وترك لنا تركة ثقيلة للغاية وشديدة الخطورة والتعقيد على نحو يفرض على ثورتنا الشبابية السلمية العظيمة، ويجب عليها بجميع قواها ومكوناتها وخاصة قواها الشابة التسلح برؤية فكرية استثنائية وأساليب عمل وقواعد تعامل غير عادية وغير تقليدية لمواجهة ومعالجة آثار ونتائج تركة غير مسبوقة ولا مثيل لها على امتداد حقب تاريخية عديدة خلت وأن تتعالى وتتسامى فوق رؤاها الذاتية ومطامحها ومصالحها الذاتية لصالح ومن أجل إعادة بناء حياتنا من جديد وصنع المستقبل المشرق الواعد بالسعادة والازدهار والكرامة لنا ولأجيالنا القادمة من بعدنا. فإن ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية العظيمة وفاء لأرواح قوافل شهدائنا الأبرار ودماء أبطالها التي رويت بها ساحات الثورة على امتداد وطننا والتضحيات الجسيمة التي بذلت بسخاء من أجل انتصار الثورة وأهدافها النبيلة وإدراكا لدقة وخطورة وتعقيد وجسامة الصعاب والتحديات والمخاطر التي ستجابهها خلال مرحلة ما بعد انتصار الثورة والشروع في عملية التغيير الجذري والشامل
وإعادة البناء لحياتنا الجديدة المشرقة الكريمة الحرة من الصفر تقريبا، وتحقيقا لأقصى درجات النجاح في مسيرتنا الطويلة الشاقة وأعلى معدل سرعة غير متسرعة بخطواتنا نحو تحقيق كامل أهداف وغايات ثورتنا المشروعة المتمحورة حول إقامة وبناء الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية العادلة. فإننا عاقدي العزم على تأكيد وإرساء وترسيخ وتفعيل وتحكيم جملة من المبادئ الأساسية وقواعد التعامل والعمل المشترك والبناء الإيجابي في العلاقات بين كافة قوى ومكونات الثورة وأطيافها المتعددة، وتتحدد جملة المبادئ الأساسية وقواعد التعامل والعمل المشترك بالتالي: 1. تعزيز وتمكين وتعميق عوامل ومشاعر الثقة المتبادلة بين جميع قوى ومكونات وأطياف الثورة، والتأكيد على قيم ومبادئ العيش المشترك بين الجميع والقبول بالآخر، وتجسيدها سلوكا عمليا في العلاقات فيما بينها وفي ساحات العمل السياسي والعام، وبصدق وقناعة داخلية حقيقية وليس لأغراض التظاهر والتكتيكات المرحلية. 2. الكف والامتناع الكلي والنهائي والدائم عن إطلاق عبارات أو تهم التخوين والتكفير ضد بعضنا البعض مهما كانت الأسباب والاختلافات في وجهات النظر والاجتهادات. 3. تدير هيئات الثورة الانتقالية مجلس الرئاسة والمجلس الوطني والحكومة الانتقالية مهامها، وتتخذ قراراتها وفقا لمبدأ التوافق الوطني بين ممثلي كافة القوى والمكونات الممثلة في كل منها، وليس على قاعدة التصويت وأغلبية الأصوات. وفي ضوء معطيات ونتائج إدارة شؤون ومهام المرحلة الانتقالية وفقا لمبدأ التوافق الوطني، يمكن تطوير المبدأ إلى صيغة مناسبة من الديمقراطية التوافقية لمرحلة ما بعد الانتقال، والانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية. 4. بخصوص القضية الجنوبية التي نشأت أصلا وتعمقت ابتداء بسبب الطريقة الارتجالية والخاطئة والتآمرية التي جرى في ظلها سلق الوحدة وإعلان قيامها في تاريخ 22 مايو 1990 وما عقب ذلك من حرب مدمرة طاحنة في صيف 1994 وإقصاء وضرب الشريك الآخر في صنع الوحدة والممثل للجنوب فيها، وما عقب ذلك من ممارسات مدمرة في نهب الأراضي والممتلكات والثروات بدون وازع أو رادع وطني أو أخلاقي، وفي ظل قمع وتصفية وفصل الآلاف من العسكريين والقادة والموظفين الجنوبيين من تلك الوظيفة العامة وإحالتهم للتقاعد تعسفا وهضم ونهب حقوقهم إلى آخر. هذه الممارسات الفاسدة والهمجية خلفت ما يعرف اليوم بالقضية الجنوبية، وهناك قادة ومجاميع تدعو إلى استعادة دولة الجنوب باسم الشعب الجنوب، وآخرون مشاركون في السلطة الفاسدة الحالية، وآخرون ينادون بالدولة الاتحادية الفيدرالية كحل، وهكذا. إن الحل الأمثل والنهائي لهذه القضية والأسلم كذلك إنما يتم أولا بمعالجة الأوضاع الظالمة التي لحقت بأبناء شعبنا في الجنوب، واستعادة الحقوق المستلبة والأراضي المنهوبة، وحل المشكلات الناتجة عن الحرب المجرمة التي غدرت بالوحدة عام 1994، وإشراك أبناء الجنوب في حوار وطني حول شكل الدولة والنظام السياسي تناقش فيه كل الخيارات المطروحة وضمن أي صيغة يتم الاتفاق عليها تضمن لأبناء الجنوب الشراكة الوطنية في السلطة والثروة. 5. فيما يتعلق بمشكلة صعدة والمشكلة التهامية، وهما ناتجتان عن أساليب الإقصاء والتهميش وطمس الهويات والخصوصيات الثقافية والفكرية والمذهبية وحرمان المواطنين فيها من المشاركة الحقيقية في إدارة شؤونهم المحلية وإشراكهم في قيادة الدولة ومؤسساتها العسكرية والمدنية لفترات تاريخية طويلة. ولهذا فإن حلهما يتحقق تماما عبر إقامة الدولة المدنية العادلة المحققة للشراكة الوطنية، والتي تنهي السيطرة المركزية المطلقة وتحقق للمواطنين فيهم طموحهم وحقهم المشروع في إدارة شؤون مناطقهم بأنفسهم وعدم تهميش أبنائهم عن المشاركة في السلطات ووظائف الدولة المختلفة باعتبارهم جزءا مهما من الوطن والشعب. 6. يجب على الجميع أن يحرص ويعمل بجدية وصدق من أجل المحافظة الدائمة على سمو الدين وتنزيهه الكامل عن جعله مطية وقنطرة
يتم استغلالها وتوظيفها لتحقيق مكاسب سياسية والعمل من خلال مبدأ تدين السياسة لا تسييس الدين. يهمنا هنا أن نؤكد أن ثورتنا قد انطلقت من قمقمها المغلق ماردا جبارا عملاقا عاقدة للعزم ومصممة على أن تكون في حالة ثورة دائمة متواصلة مستمرة بدون انقطاع، وهي تعلن وفاة وانتهاء المرحلة التي غيب فيها الشعب عن كل دور أو فعل أو رأي، وصنعت الزمن الذي يعلن فيه عن حضور الشعب الدائم وامتلاكه لزمام أمره بنفسه وبشكل مباشر منبعا ومصدرا لكل سلطة ورقيبا وحسيبا على كل سلطة. فهو لم يعد قادرا على غض الطرف أو التسامح إزاء أدنى انحراف أو فساد أو تسلط بمجرد ظهور مؤشراته أو بوادره الأولى، بل يعلن النفير العام لثورته لتصحيح المسار ومعالجة الخلل وتقويم الاعوجاج فورا وبدون إبطاء. وبهذا فهو يجبر حاكميه على البقاء في حالة خوف وتيقظ وانتباه وحرص على تحاشي الوقوع بأي أخطاء أو انحرافات في أي لحظة، خوفا وتحسبا من ثورة الشعب المتحفز والمستعد دائما لمعاودة ثورته ضد تلك الأخطاء والانحرافات دون تركها تتمادى وتتعمق وتستفحل وتتعقد وتتجذر. وأخيرا، فإن هذه مسودة مشروع لوثيقة شرف وطني للحفاظ على الثورة الشبابية الشعبية السلمية في ملامحها العامة لاستكمال مهامها وتحقيق أهدافها، تضمنت أبرز معالم وقسمات ومضامين الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية التي قامت الثورة من أجلها ومن أجل قيامها كوسيلة لتحقيق النهوض الحضاري المعاصر وإقامة الحياة الحرة والمزدهرة الكريمة العادلة للفرد والمجتمع. ليست الوثيقة برنامجا سياسيا لممارسة الحكم وإدارة الدولة أو معالجة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها من المشكلات التي يعاني منها المجتمع، لكنها تأتي تأكيدا للمبادئ الأساسية والأسس والقواعد العامة التي ترسم ملامح ومعالم ومضامين الدولة المدنية الحديثة التي تسعى الثورة إلى إقامتها، وهي تمثل الضمانات الكفيلة بحماية الثورة وتحقيق انتصارها وإنجاز أهدافها. نطرحها للنقاش والحوار بغرض الخروج بصيغة نهائية لها إن شاء الله وبتوفيق منه. من الله نسأل التوفيق وسداد الخطى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.